ما يتميز به العصر الحديث هو التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال وصفحات التواصل الاجتماعي المتعددة الأنواع والأشكال، وقد ظهرت هذه الوسائل كمنجز حضاري أفرزته العقول العملاقة المبدعة عبر التكنولوجيا المتطورة الفذة. ووسائل الاتصال هذه لها آثار إيجابية وأخرى سلبية. للنقاش أكثر تفصيلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الفكر والمجتمع، يسعدنا أن نرحب بضيف حلقتنا لهذا الصباح الدكتور صالح المشاعل، مستشار أسري وتربوي. يسعد صباحك دكتور صالح. صباحك يا هلا، كيف الحال؟ الله يحفظك، كيفك؟ تمام الحمد لله. عليك. يعني دكتور، مواقع التواصل الاجتماعي صارت شغلنا الشاغل الآن. نعم. صراحة صحيح. كل شغل الشباب وحتى جميع الفئات العمرية أصبحت مدمنة على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. ففي البداية يعني حابين نتحدث الآن، كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على صحتنا النفسية؟ أشكرك، إحنا اليوم رح نتحدث بلغة جديدة لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي أصبحت قضية. نعم. القضية بحاجة إلى مرافعة. صحيح. فاليوم نحن محامين. محامي دفاع بدنا ومحامي مرافعة أيضا. حتى نتحدث عن لغة المرافعة علينا أن نبين إيجابيات وسلبيات هذه الوسائل. بالتأكيد. حقيقة لا نستطيع أن نغفل إيجابياتها. لكن المشكلة أحيانا في المستخدم. المشكلة فيها نحن في ثقافتنا كيف نستخدم هذه الوسائل. صحيح. وأيضا يجب أن لا نغفل سلبياتها الكثيرة، بحيث أن هذه الوسائل أو الوسائط أصبحت تسيطر على معظم أوقات الناس، أشغلتهم بطريقة غير عادية. صحيح. حتى وأنت في الشارع ترى أن بعض الناس وهم يسيرون في الشارع هواتفهم معهم ويتابعوا مثل القيادة. هذه الأشياء هذا جاير حتى هو يسير في الشارع، وبعضهم اصطدم بالسيارات أو بغيرها من الحواجز، وبعضهم تعرض لحوادث كسر وغيرها لأنه منشغل معظم وقته في هذه الوسائل. عدم الاستخدام الصحيح دائما يؤدي نتائج سلبية جدا. بالتأكيد. فإحنا الآن ندعو إلى تقنين مثل هذه الأشياء، تعامل معها بطريقة جيدة. ثم كثير من الناس حول هذه الأشياء إلى سب وشتم وتصفية حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ليس لمثل هذه الأمور جاءت مثل هذه الأشياء، هذه جوانب متحذرة. تستطيع الشعوب عن طريق، أنا ما لست مع العولمة، لكن عولمة المعلومات وعولمة المهارات. علينا أن نتعلم من بعضنا البعض، علينا أن نستفيد منها، نستفيد كيف نوصل هذه الأفكار بطريقة راقية وبطريقة محترمة إلى الآخر، وأيضا نخصص لها أوقات. الآن مع بعض الناس فعلا وصل لمرحلة الإدمان، يعني 80% من وقته كله على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. حتى يعني دكتور صالح الآن في الجلسات العائلية يعني كل واحد مشغول بتليفونه، ما في احترام لقدسية هذه. نعم. الجلسات العائلية وهذه الاجتماعات، حتى الأصدقاء في طلعاتهم الكل مشغول في موبايله بده يصور اللحظة وهو ما بعيش اللحظة أصلا. نعم. بيصوروا وين جالسين وشو بيأكلوا. نعم. ولكن هم نفسهم مش عايشين اللحظة ولا مستمتعين في اللحظة، بيستنوا أو بينتظروا التعليقات واللايكات على الصورة اللي نزلت. فلأي درجة يعني أثرت هذه المواقع على صحة النفسية للناس؟ أيضا نقطة أريد يعني أن أتحدث فيها، الآن في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بيمثلوا أو يعتمدوا المثالية في حياتهم، وفي الواقع هم غير كمان. هذه الازدواجية كمان في الأدوار اللي خلت كثير من الناس الآن بيعانوا من حالة انفصام، ممكن إنه هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل وبلغة وبثقافة وبنمط حياة، أما في الطبيعة هو إنسان لا يمت لهذا الواقع الافتراضي بأي صلة اللي عمله لنفسه. فكيف أثرت أيضا هذه الجزئية على حياة شبابنا العربي الآن؟ أحسنتي، يصور اللحظة ولا يستمتع باللحظة. نعم. يصور الأكل ولا يحسن الأكل. صحيح. لكن هو همه الآن، يعني أصبحت العملية مسطحة سطحية تماما. كيف نتعامل مع وسائل؟ أنا صراحة في شريحة تهمني جدا جدا وهي الشريحة الأهم، وهي شريحة الأطفال. نعم. والآن أصبحنا نلاحظ جيل هذا من ملاحظات شخصية وأيضا علمية. إذا تلاحظ الآن الأبحاث، خاصة الأبحاث الميكانيكية التي تستغل في هذه الأمور، بتلاحظ أنه أطفالنا الآن صاروا يتعرضوا لثلاث أشياء خطيرة جدا. نعم. فقدوها من وسائل التواصل الاجتماعي، أولها وأخطرها التركيز. صحيح. شوف أطفالنا الآن ما عندهم تركيز. ثانيا الانتباه، يعني مكعب التاء هذا صار خطير جدا. الطفل تحكي معه كأنه غايب، لأنه الآن شتتت هذه تفكيره بشكل منهج بشكل مقصود. نعم. فعنا انتباه وتركيز وتذكر، يعني أصبحوا الأطفال لا يتذكروا المعلومات. وإحنا قاعدين نقول الآن بعض الدراسات تقول أن الطفل بعد سنتين إذا يتعرض يوميا
إلى ما يقل عن ساعتين بالتالي سيصير عنده شيء اسمه التوحد. هو ليس يعني ما عنده جانب وراثي في التوحد، لكن هذا الطفل الآن وضعته خاصة الآن في عندنا قنوات، القنوات هذه متخصصة في أناشيد، والطفل بحاجة دائما أنه يسمع كلام حتى يتعلم، حتى يصير عنده مخزون لغوي. كان مخزونه 55,000 كلمة، صار الآن 15,000 كلمة، هو في انحدار. صحيح. الجانب الثاني المهم بالنسبة للأطفال، وهذا يهمني جدا جدا، أنه أطفالنا اليوم صاروا هو عمره سنة أو سنة ونص، الفترة لازم يكون فيها جانب بدني. هو ليش الآن عملية خطيرة جدا على عقول أطفالنا؟ هو جالس لا يبذل أي مجهود، وبالتالي يعمل عملية تتبع أو عملية مطاردة أو عملية كرة قدم وأحيانا القتل. نعم، هو جالس على الآيباد أو على التابلت. الفترة هذه هي فترة إيش؟ هي فترة بناء الجسم بكل معانيه. فأطفالنا الآن صار كل جلوسهم على التاب أو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وهو يبذل مجهود كبير ويقتل بطريقة عقلية، وتبدأ عندنا النشاط العقلي من 14-28 يصل أعلى شيء. نعم. وبالتالي أنت تشعر بمرض القلب لكن لا تشعر بمرض العقل. نعم. أنت الآن قاعد تعمل نوع من الإضعاف لعقلك على النقاط الثلاث تكلمنا فيها. لذلك وضع أطفالنا الآن وضع غير مريح، ومستقبلنا مستقبل غير مشرق. نعم. إذا بقينا في هذا الشيء. لذلك هذا بالنسبة للأطفال. نعم. يعني دكتور، ولكن يعني أكيد إذا الأهل واعيين بيعرفوا خطورة هذا الكلام على أطفالهم، خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أيضا إذا ما في رقابة أو إنترنت آمن على هذه المواقع. طيب الآن نتحدث في أيضا جزئية، معظم الشخصيات المؤثرة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن هي تكون في معظم الأوقات يعني مو شخصيات مهمة أو شخصيات أضافت شيء للإنسانية ولا لثقافة هذا البلد، وهم مؤثرين على فئة كبيرة من الشباب. حتى إذا غاب يوم واحد هذا البلوجر أو المدون أو هذه الشخصية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بيجن جنونهم عليه وبفقدوه. ووين هو؟ كيف كمان هدول الناس بيأثروا على تفكير شبابنا وعلى ثقافة شبابنا وعلى أيضا عادات شبابنا اليومية؟ يعني نسبة أنا أعتقدها اعتقاد شخصي أن الآن حوالي 70% من توجيه البشر يتم عن طريق الإعلام. صحيح. الإعلام موضوع خطير، وهذول الناس قاعدين يخاطبوا حاجة اسمها العقل الباطن. والعقل الباطن هو عقل غبي لكنه عقل حافظ. نعم. التكرار دائما، تكرار الشيء على العقل الباطن دائما يجعل الإنسان يتلقى هذا الشيء ويتفاعل معه ويتناغم معه بطريقة عادية، ويصبح يعني يستمزج مثل هذه الأشياء ولا يستطيع أن يستغني عنها. لذلك مرحلة الإدمان شوية هي مرحلة انبساط. نعم. أو مرحلة تمر بها الإنسان، مرحلة سعادة لا يستطيع أن يستغني عنها. لذلك المدمن مدمن طول العمر، والآن الخوف أن نصبح مدمنين طول العمر على مثل هذه الأشياء. صحيح. أنت تقول للأباء ولا أمهات يقننوا هذه الأشياء، أنا أعتقد أن المشكلة الآن في الأباء والأمهات. الأم التي الآن تقضي كل وقتها لما تروح على حفلة معينة تسمع الطبل وتسمع الحفلات الموسيقية العالية عادي عندها، لكن ابنها وهي تتابع مسلسل إذا حكى معها كلمة واحدة جن جنونها. ليش؟ لأنه ما برمجت نفسها بحيث أنه هذا الطفل صوته موسيقي رائع أفضل 1,000 مرة من الأصوات اللي قاعد تسمعها بدون. نعم. فائدة. لذلك إحنا الآن المشكلة صارت في الأباء والأمهات اللي تركوا الحبل على الغارب، وهم معظم وقتهم. أنا لو كنت محل يعني أي أب، وأتمنى من الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أنه دائما يعمل نوع من الضبط مثل هذه الأشياء. الضبط ما في مانع، كلنا نتواصل، لكن نتواصل بطريقة منظمة، بطريقة مدروسة، بطريقة منهجة، بطريقة تجعل طفلنا يقلدنا، لأن الطفل في هذه المرحلة مقلد. نعم. يتعلم بالنمذج، لما يشوف نموذج أو نموذج أمامه أكيد راح يتعلم منه. صار يعطوا أطفالهم هواتفهم النقالة. صحيح. والأطفال صغار سنة أو سنة ونص، والطفل صار مرتبط، وإذا أخذت منه هذا التليفون حتى بعد ساعة أو ساعتين، طبعا الأمهات شو حجتهم؟ خلي أنا تحكي، تصل معي قبل يومين أو ثلاثة إحدى الأخوات قالت لي والله أنا خايف على ابني إنه متوحد. قلت لها ليش؟ قالت والله عنده نوع من الوراثة ونوع كذا كذا كذا. نعم. لكن لما سألتها جاتي والله أنا خليه على قناة معينة تعمل أناشيد وكذا من 6 إلى 8 ساعات. يا سلام. 6 إلى 8 ساعات هذا هو مرتبط بقناة عشان تخلص من إزعاجه، اللي تعتبره إزعاج وهو إسعاد بالنسبة لها. طيب يعني دكتور، هذا بالنسبة أيضا للأطفال وخطر الأباء كنموذج على الأطفال. نعم. إحنا نفسنا تواجدنا بالبيت، كيف الأم والأب بتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع الهاتف. نعم. فعلا للأسف الآن كثير منا، يعني أنا ذكرت في البداية بجلس بالجلسة العائلية على التليفون. نعم. وعلى المسجات. نعم. طيب الآن يعني أدرج إدمان الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الإدمان، خاصة عند فئة كبيرة من الشباب. كيف لازم نتعامل
أو كيف لازم نوعي الشباب بأهمية يعني تقنين استخدام هذه الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا والله عجبني سلوك أحد الأشخاص قبل مدة حوالي شهر، عجبني جدا. نعم. كان في السهرات العائلية يصر على جمع كافة الهواتف وضعها في سلة معينة. تمام. إصرار تماما. ويأخذ حتى هواتفنا جميعا ويضعهن حتى نقدر نتواصل مع بعضنا البعض. صحيح. حتى نقدر يعني في تلاقي فكري. أحيانا لما يجلس العائلة مع بعضهم البعض ويطرحوا موضوع معين، موضوع مفيد، هذا الموضوع حقيقة دائما يعمل نوع من النتاجات الممتازة، أولادنا يتعلموا منها. لكن لما يكون كل واحد على تليفونه هل أصبح في تواصل؟ طبعا لا. مشكلة الأسر الآن عدم التواصل. احنا يعني كنا ننعم بالأسرة العربية غير عن أسر العالم كله، أنه أسرتنا عندها تواصل، أسرة ممتدة، أسرة تسمع بعض البعض في مواضيع مشتركة بيننا. الآن لا توجد مواضيع مشتركة بين الأسر. صحيح. الآن صار كل واحد وهاتفه، ويا ريت أنه يذهب للأشياء المفيدة في الهاتف. الآن يذهب على التواصل الاجتماعي على أشياء غير مفيدة ويقضي معظم وقته على أشياء عليها. صحيح. بتابع هدول المدونين والشخصيات المؤثرة مثل ما بيسموهم على مواقع التواصل الاجتماعي متابعين، لأنه ما في شيء مفيد. ولكن كلنا صارت يعني للأسف فينا يعني نكون واقعيين وصريحين أيضا دكتور صالح، كلنا فينا هذا العادة، لازم نتفقد تليفوننا كل شوي، لازم نشوف إذا وصلتنا رسالة، وما بيكون عندنا شيء جدا يعني في غاية الأهمية، لازم نتفقد جروبات الواتساب، لازم نتفقد الماسنجر على فيسبوك والإنستغرام والسناب شات وإلى آخره من تطبيقات. صارت عادة عنا جميعا كبشر انه نتفقد تليفوننا كل يعني دقائق محددة، ممكن 5 دقائق او 10 دقائق. يا ريت انه موضوع دقائق. انا اعرف انه بعض الاشخاص مجرد ما صحي من النوم لاي سبب اول حاجة يروح يفتح ايش؟ تليفونه. نعم. هذولا انت حكيت الان عن الاشخاص المدونين، هذولا عندهم كاريزما عالية. نعم. والكاريزما العالية هذه بجوها احيانا مش من اهمية الطرح اللي قاعدين يطرحوه. انا اشوف احيانا في سخافة في الطروحات. صحيح. لكن عليها اقبال غير عادي. نعم. على فكرة الان في ثقافة شعبوية موجودة، مثلا دولة تختلف عن دولة. انا بعرف في دول تركز على تويتر. صحيح. هذول الناس ما عندهم بال، يعني طالت بال انهم يروحوا يتفرجوا على رسالة ويقروها، بدهم اشياء شورت، اشياء قصيرة جدا، تغريدات قصيرة. فلذلك نعم. الان الخطورة وهو بالنوم قاعد يحلم فيها. مجرد ما صح من النوم أول شيء يفتح هاتفه. ثانيا ما في ساعات محددة. طغت الآن على فكرة عندنا تراجع، إحنا أصلا كعرب موضوع القراءة عندنا عملية استثنائية. لذلك أنا أعتبر اليوم حلقتك استثنائية، حلقتك توعوية رائعة. ليه؟ لأن هذه رسالة قوية وشديدة للناس أنه يا جماعة إحنا وين رايحين؟ صحيح. الآن الموضوع خطير. نعم. موضوع التواصل الاجتماعي صار يشكل قيمة ثقافية عند الناس. وإحنا القيمة الثقافية الآن أصبحت في مهب الريح. وين إحنا؟ وين تواصلنا؟ وين أفكارنا؟ وين تأثيراتنا على بعضنا البعض؟ وين أطفالنا اللي يقلدونا؟ وين الآن الترابط الاجتماعي؟ وين الناس المهمين اللي أثروا علينا؟ نعم. يعني أنا مع أنه الواحد مثلاً يتعلم ويتابع هذه الشخصيات، ولكن شخصيات عن جد تكون مفيدة، تقدم شيء للناس. ولكن للأسف معظم الناس بيتابعوا الناس اللي غير مفيدين، اللي فعلاً مثل ما تفضلت حضرتك حكيت عندهم كاريزما معينة، بيروجوا لإعلانات. نعم. معينة أو لمنتجات معينة. نعم. بيروجوا لأفكار معينة. نعم. للأسف هدول الأكثر متابعة على هذه المواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أكثر تأثيراً على الناس. الآن يعني دكتور صالح، أيضاً توصلت دراسة مؤخراً في جامعة كولومبيا أنه أكثر من 600,000 شخص عانوا من حالات اكتئاب بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. كثير من الناس الآن منعاني من حالات اكتئاب. جميل. أنا صديقتي عندها ممكن 3,000 أو 4,000 صديق على فيسبوك، أنا ما عندي غير 500. أنا بيجيني تعليقات على صوري أو ما بيجيني وغيري بيجي. هذه الجزئيات البسيطة وممكن السطحية صارت تشكل أسباب للاكتئاب. نعم. عند الأشخاص. نعم. أشكرك. إحنا الآن على فكرة عصرنا هو عصر الاكتئاب. نعم. الدراسات العلمية تقول الآن، اللي حتى قبل عدة سنوات تقول عنها 350 مليون مكتئب. نعم. 17.7% من الشعب الآن شعب مكتئب. صحيح. فالآن كان العصر الماضي عصر قلق، الخوف على المستقبل. الآن العصر الحالي هو عصر إيش؟ اكتئاب. اكتئاب. نعم. الاكتئاب جاء من عدة أسباب، من بينها هذه الوسائل. صحيح. عدم استخدامها الصحيح. احنا لا عندنا مهنيه ولا عندنا احترافيه في استخدامها. أه. ولا اصلا ناخذ منها مفيد. الان من الاشياء اللي تعمل اكتئاب عن يعني شريحه من البشر، انا اعطيك بس مثال هذا بسيط. نعم. وجانبي. كثير من الاخوان لما يروح يطلع له في شمه هواء، وان شاء الله ربنا يوفقه، يصور طعامه. طيب ما في كثير ناس ما عندهم مثل هذه الاشياء. صحيح. صح؟ نعم. في ناس يصور اولاده، في ناس ما عندهم اولاد. نعم.
هذه الأشياء رسائل مبطنة يعتقدوا الناس أنها بسيطة، لكن هذه مع التكرار اللي حكيناها في العصر في العقل الباطن دائما تصبح من ضمن النسيج التوعوي من النسيج الفكري أو الاجتماعي للناس. كثير من الناس يستخدم التواصل الاجتماعي حقيقة لأشياء لا قيمة لها، لكن موضوع الاكتئاب الآن موضوع يجب أن نقف عنده، يجب أن نعالجه. وأنا أتمنى على تلفزيونكم المحترم أنكم تخصصوا حلقة يعني مختصة في موضوع التوتر والقلق والاكتئاب. نعم، الاكتئاب هي لغة العصر الحالي، الاكتئاب من أهم مسبات الحالية في هذا العصر، هي موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا يعني دكتور أنت ذكرت جزئية وتحدثنا أنه بعض مسببات الاكتئاب على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا الآن يعني بمنطقة الشرق الأوسط كثير من دول عربية تعاني من أزمات، تعاني من كوارث إنسانية، ففعلا الإنسان لما بتفرج على هذا الفيديو وعلى هذا الخبر كمان هذا بسبب له نوع من الإحباط إلى يعني لوين وصلنا في هذا العالم. فأيضا ممكن هذه الأخبار تكون مسببة للاكتئاب والمتابعة المستمرة للأخبار. وحتى في بعض الدول الآن عندها مراكز علاج وتأهيل لإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، هل نتوقع تكون في نفس هذه المراكز وبرامج إعادة التأهيل تكون موجودة عندنا بالدول العربية؟ يا سيدي في عندنا شيء مهم وخطير الآن ما أعرف، وأنا أعتقد أنه يتم بطريقة ومنهجة مقصودة لمجتمعنا. أنا أتكلم عن الشرق العربي وليس الشرق الأوسط. نعم، أقول أنه الآن عندنا عملية ومنهجة تؤدي إلى قتل كل ما هو جميل في نفوسنا. فلذلك الأمة المتقدمة هذه الأمة تقدمت ليش؟ لأنها ركزت على إنجازاتها. الأمة التي تركز على إحباطاتها ترجع لورا، الأمة التي تركز على إنجازاتها متقدم لقدام. لذلك أنا كثير أنصح إخواني في كل برامجي اللي أطلع عليها سواء محلية وعربية أنه دائما يا أخوان لا تتطلعوا على الأخبار هاي، لا تشوفوا الأشياء منها، شوفوا بس الأشياء اللي تهمكم على أساس موجز، لا تخلوا أطفالكم يشوفوا عملية الكوارث. نحن لا نريد ناس محبطين، نحن نريد ناس متفائلين، ناس عندهم أمل في الله ثم أمل في المستقبل. نحن الآن من خلال هذه الأشياء نصنع جيل محبط، جيل ما عنده. وإحنا الآن بدت عندنا النكتة السياسية في الأردن وفي الدول العربية بشكل عام بدت عندنا النكتة السياسية المحبطة. نعم. فلذلك الآن إحنا حتى من نرى على وسائل التواصل الاجتماعي نجد إنه دائما أشياء محبطة جدا. الخوف من الآن تكرار الإحباط هذا يؤدي إلى وجود جيل محبط، جيل يتعلق بهذه الوسائل دون وعي دون اختيار. إحنا ما علمنا أولادنا كيف يختار الإشي الصحيح. نعم. أبنائنا الآن يدخلوا بدون علم، على فكرة هم متقدمين علينا، هم الذي يعرفون في الوسائل أكثر منا والوسائل أكثر منا بكثير. نحن بالنسبة لهم ناس متخلفين، نحن مستهلكين فقط، نستهلك يعني هم ينتجوا ونحن نستهلك، وما بنستهلك ايضا بالطريقه الصحيحه. يعني بنستهلك بالطريقه اللي احنا بنعملها ومنكيفها مع طريقه حياتنا. جميل. هل انا مطلوب مني ان اكون ضحيه للاخر؟ طبعا لا. طيب انا كيف اقدر اعمل؟ لا، نحن عندنا دول حصنت شعوبها. نعم. وحصنت ابنائها واشتغلت عليهم. دول اشتغلت على المبدا والقيم، المبادئ والقيم موضوع مهم جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنه في مكه لا حرم الربا ولا حرم الخبر، لكن ركز على المبادئ والقيم. لما اجت منعهم كل واحد راح خلص امتنع. ليه؟ لانه انا لو مركز على المبدا والقيمه اصنع شعب صح. صحيح. احنا الان الشيء الغايب عنا الان هو اهمال المبادئ والقيم، بالعكس قاعدين يعملوا عكسها سواء في مناهجنا. كانوا قبل يقولوا فلان يقرا، الان ليلة تلعب. نعم. ثم ليلة تطير. اختلف الوضع. احنا كنا نركز على شعب قارئ، شعب القارئ هذا يستطيع يعرف كيف يختار، شعب واعي ومثقف بالتأكيد. الآن احنا ما في تأثير على أولاد، تأثيرنا على أولادنا قليل، لأن تعلمنا معهم نحكي معهم بلغة الوعظ، افعل ولا تفعل. نعم. هذه اللغة لا يمكن أن بيوم من الأيام تمنع الطفل أنه يعمل أشياء خطأ. نعم، لأنه الخوف هو آني ومؤقت، أما الاحترام والأخلاق فهي دائمة. كيف أنا أكون مؤثر على ابني؟ لا يمكن أن أكون مؤثر على ابني إلا إذا كان هذا الابن يحترمني وأحترمه. صحيح. أحترم شخصيته واستقراره. نعم. لا يمكن أكون مؤثر إلا تكلمت بلغة الحوار الراقية، ولغة الحوار دائما لغة مؤثرة. لكن دائما نحن نتكلم بلغة الأمر، لغة النهي. لغة الأمر والنهي تجعل الطفل يكون عنيدا أكثر ويخالفك. نعم. أما التأثير والاحتضان، التأثير أكيد. والصداقة بيني وبين ابني هي التي تجعل من هذا الطفل يختار الأشياء الصحيحة. بالتأكيد. أكيد الحديث يطول أكثر في هذا الموضوع، ولكن داهمنا الوقت. دكتور صالح مشاعلة مستشار أسري وتربوي، شكرا جزيلا على تواجدك معنا.